نصيحة اليوم بتخص كل محبين الخبز، سواء عم نعمل كيك أو عم نعمل خبز. يفضل أول ما نطلعه من الفرن نقطعه بعد ما يبرد، لأنه إذا قطعناه بشكل مباشر بتتفتفت معانا العجينة أو الخبز أو الكيك، فبهالطريقة ما بنحصل على الشكل اللي احنا بدنا إياه. استنوا لحتى يبرد بعدين قطعوه.